اي فرقه تانية بالنسبه لك الملعب بتاع رادس كويس، انت بتلعب عليهم وحافظهم كويس، انت تكون لملمت شويه من الاصابات اللي جات لك، فان شاء الله زي ما انت قلت في اول برنامج نكون احنا حاسين البطوله بتاعتنا يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب موافق على التشكيله بتاع او الطريقه، مش التشكيله، التشكيله والطريقه ده على فكره النهارده حاجه غريبه جدا، عملوا حاجه غريبه جدا ما شفتهاش خالص يا كابتن اسامه. راحوا اتمرنوا في اهلي مدينه نصر، ده طبعا مانديلا المدكوك المكوك الصغير ده، يعني شبه الجني بتاع عارف اللي هو بتاع فودافون. انا عايز اقول حاجه بس على الراجل ده قبل ما تروح لاسامه، الراجل ده انا شفت له حديث بيتكلم عن ايه في خياله كله ان ازارو هو بس اللي هيلعب بمهاجم واحد، ازارو هو اللي بيقدر يهدف، النادي الاهلي نادي كويس بتقارب الخطوط وكل حاجه، فانا كنت شايفه بيتكلم النهارده شفت له انترفيو ان هو مش متخيل ان انت ممكن تهاجم معاه باتنين فراو ده السيارة. انت عايز تفاجئه. طيب خليني اقول لك هم عملوا حاجه غريبه جدا، راحوا اتمرنوا في اهلي مدينه نصر وراحوا بس استاد السلام، تمشوا حوالين استاد السلام، خايفين ايه بقى من السحر دول ولا مش عارف. طيب موافق على الطريقه والتشكيله ولا ليك وجهه نظر ثانيه؟ يعني الطريقه في اختلاف شويه، لان انت صحيح بتلعب ماتش وعايز تكسبه من بدايته، لكن المباريات اللي زي دي بتستمر برده 90 دقيقه، ما بقدرش ارسم سيناريو 100% انه لازم يتحقق في اول ربع ساعه او 25 دقيقه، فلازم الماتش ممكن يمتد معايا. ف يعني هو مش فيش اختلاف كبير، الاربعه اللي ورا زي ما قلنا انه فتحي وكوليبالي وايمن اشرف ومعلول وعاشور وهشام محمد، وبكره المجازفه بس انه وطبعا وليد واسلام محارب، المجازفه في صلاح مع ازارو، او ممكن يبقى صلاح على طرف وده بيلعبها في ام بي كتير. انت تشكيلتك ما هو ده كده، ووليد تحت، يعني وليد هو اللي يبقى ورا، يعني اللي هو في العمق اللي هو 9.5، يعني يا اما صلاح محسن يبقى هو اللي تحت ازارو وبيتبادلوها، يا اما صلاح في الجنب ووليد هو اللي يخش لجوه، لكن هم دول ال11. اه يعني خلاص تلعب برضه 4-2-3-1 4-2-3-1 او 4-4-2 احيانا. ما هو صلاح محسن لو لعب على ازارو يعني مثلا يبقى اسلام ووليد على الطرفين مثلا، ايوه، وصلاح محسن ولعبوا في ماتشات، يعني الشوط الثاني مثلا في المباراه اللي هناك صلاح نزل ولعبوا بذل الشكل، الاهلي كان اخطر. ما طبعا ما هو صلاح لما بينزل الاهلي بيبقى اخطر، ما احنا متفقين في دي، بس احنا بس كل اللي بنقوله انه ما فيش راس حربة قاعد على دكة البدلاء، اللي موجودين مؤمن زكريا اذا ما ابتداش، احمد حمودي ودول اطراف، احمد حمدي وكريم ندفيد بقالهم كتير ما بيلعبوش، هل هو هيثق انه يلعبهم ولا لا؟ يعني انت كل اللي هيبقى عندك مؤمن واحمد حمودي اذا انا قلت التشكيل ده، فهي دي بس اللي فيها مجازفه شويه ان صلاح يبتدي مع ازارو بس. بص انا يعني مش هختلف كتير عن الكباتن، برضو الشناوي، معلول، ايمن اشرف، كوليبالي، احمد فتحي، هشام محمد، عاشور، وليد سليمان، اسلام محارب، صلاح محسن، ووليد ازارو، هم ده التشكيل المفترض، هو دي الاوراق المتاحه بالنسبه لك انك تلعب بيها. انا رايي الشخصي يعني ان ما ينفعش، انا واحد ما بلعبش بلاي ميكر يا كابتن، يعني مش هلعبه بلاي ميكر بالعافيه، تمام، مش يعني خلاص مش هحطه بلاي ميكر، يعني طالما هو مش امكانياته كده، هلعب زي ما بتلعب نهايه كل المباريات اللي بتلعبها. انا اروح برضو للراي ده، يعني كل بلاي ميكر اللي يلعب ده خلاص ما تلعبش بيه، يعني كل نهايه المباريات اللي بتلعبها بترجع في الاخر انك تلعب 4-4-2، والمباراه اللي فاتت برضو زي ما كان كابتن شريف بيتكلم من شويه، لما لعبنا 4-4-2 ونزل صلاح محسن جنب وليد ازارو، ابتدينا برضو نشوف مساحات ورا المهاجمين، لان انت عندك اثنين عندهم سرعات، ودي ميزه ما بتلاقيهاش فرق كتير، انك يبقى عندك الاثنين الفراوده، الاثنين عندهم سرعات، الاثنين اكتف على الجول، الاثنين يعني عندهم الشراسه الهجوميه، الاثنين يقدروا يسجلوا اهداف، فلو لعبت بالشكل ده اعتقد الاهلي ممكن يتفوق بشكل كبير جدا من بدايه اللقاء، يعني انما تنتظر انك تلعب 4-2-3-1 وتحط واحد يلعب بلاي ميكر سواء كان وليد سليمان او اسلام محارب، والاثنين مش طريقه لعبهم ولا امكانياتهم تسمح انهم يلعبوا في الحته دي، هتعمل زحمه في نص ملعب ومش هتلاقي مساحات، ومش هتلاقي سرعات في الحته، ومش هتلاقي مساحات، ولا هتلاقي السرعات اللي موجوده عندك انك تقدر تخترق بيها. عايز تقول حاجه؟ اتفضل. هو التشكيله خلاص ما احنا متفق بال11 بالظبط زي بلال، احيانا ممكن جدا صلاح محسن بيلعب على الطرف، ودي لعبها كتير في انبي على الطرف الجنب اليمين اللي هو قدام احمد